أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قصة يوسف، يوسف الصديق، هي ربما من أروع قصص القرآن، وأيضا في نفس الوقت هي القصة التي تشتمل على كثير من الأحداث. هذه القصة فيها كثير من الأحداث والوقائع، لكن هذه القصة عندما يبدأها القرآن يبدأها بأهم حدث. يعني لم يبدأ بعض الأحيان مثلا قصة تبدأ مثلا قصة لشخص معين، تبدأ هذه القصة من طفولته، كيف مثلا تزوج هذه الرجل هذه المرأة، كيف أنجب هذا الطفل، كيف نمى هذا الطفل إلى آخره. لكن أهم حدث في هذه القصة تبدأ منه، وهي الرؤيا، رؤيا يوسف حسب تعبيرنا حلم يوسف. وكان عمره آنذاك عندما رأى هذه الرؤيا وقصها على أبيه، عمره على أرجح الأقوال 12 عام عمر النبي يوسف. طبعا يعقوب عندما قص يوسف هذه القصة أو هذه الرؤيا على يعقوب، أدرك يعقوب من خلال هذه القصة مجموعة من الإمارات والعلامات التي تدلل على نبوة يوسف. يعني شاف علامات معينة من خلال هذه الرؤيا أن هذا سيصبح نبيا من الأنبياء، ولذا بشره بذلك. قال سبحانه وتعالى على لسان يعقوب وحديثه عن هذه الرؤيا وبشارته له، قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته. هني هذه العبارة: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. اعتبار أن إسحاق قبل يعقوب وإبراهيم قبل إسحاق، وهو جد ليوسف بالنتيجة. إن ربك عليم حكيم. هنا من خلال هذه الآية القرآنية نرى ثلاث أمور يتحدث عنها يعقوب ليوسف. ما هذه الأمور التي تطرحها هذه الآية من خلال كلام يعقوب، يعني حكاية عن يعقوب؟ أولا الاجتباء والتربية، الاجتباء والتربية، وهذه علامة من علامات النبوة. يعني بعض الأحيان التربية لا تكون من يعقوب، وإنما التربية من الله عز وجل، ولتصنع على عيني. يعني الله عز وجل هو الذي يتابع طفولة هذا الشخص إلى أن يصبح نبي من الأنبياء. ولهذا يعقوب قال له: وكذلك يجتبيك ربك. يعني الاجتباء أي الاختيار، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيختارك لمهمة كبيرة. هذه المهمة تحتاج إلى استعداد، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى تربية، وأنت لا تزال طفل. لذا خصه بكاف الخطاب: ربك.
يعني الله وكذلك، شوفوا العبارة، من الذي يجتبي؟ الله. وكذلك يجتبيك ربك، كاف هنا كما يقولون كاف الخطاب، يجتبيك ربك في قوله إشعارا، هذا بخصوصية العلاقة بين يوسف وبين الله عز وجل وهو في هذا السن، في هذا العمر، كما قلت عمره كان 12 عام. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي نفهمه من كلام هذا النبي، من كلام يعقوب لابنه يوسف، وهو بعد الاجتباء والاختيار من الله سبحانه وتعالى التعليم، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك، يعني بعد الاجتباء وبعد الاختيار من الله سبحانه وتعالى وبعد الرعاية منه سبحانه وتعالى الرعاية ليوسف التعليم، ويعلمك من تأويل الأحاديث. طبعا هنا التأويل الأحاديث، يوسف لم يكن لو كان نبيا فقط بهذه المعجزة لا يكون نبيا، ولهذا الله عز وجل لم يقل تأويل الرؤيا أو تأويل الأحلام ويعلمك تأويل الرؤيا ويعلمك تأويل الأحلام، لا، ويعلمك تأويل الأحاديث. لكن يوسف كما كل نبي من الأنبياء يختص بمعجزة من المعاجز، يوسف اختصه الله بهذه المعجزة وهي معجزة تفسير الأحلام أو تفسير الرؤى. هذا الأمر الثاني الذي ذكره يعقوب لابنه يوسف. الأمر الثالث من خلال هذه الآية حكاية عن يعقوب، إذن أولا الاجتباء والاختيار، ثانيا التعليم، ثالثا كما قلت في بداية حديثي أنه رأى من خلال هذه الرؤيا، رأى يعقوب في يوسف ملامح النبوة. الأمر الثالث النبوة، وين؟ في الآية التي ذكرناها، قال ويتم نعمته عليك. شنو إتمام النعمة؟ شوفوا لاحظوا من وين نقول أن هذه العبارة تشير إلى النبوة، ويتم نعمته عليك كما أتمها عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها، كما أتم على منه؟ على إبراهيم وعلى إسحاق، على أبويك إبراهيم وإسحاق. يعني ولو كان، يعني لا تتم النعمة هنا إلا بالنبوة، لو كان فقط اجتباء واختيار فقط هذا ما تصير نبوة هنا، لكن إتمام النعمة بالنبوة، لا يمكن أن تتم هذه النعمة إلا بالنبوة. لكن هنا في هذه القصة كما ذكرت في بداية الحديث أحداث كثيرة، وهناك سورة كاملة خصصت أو اختصت بهذا النبي وهي سورة يوسف من أولها إلى آخرها تتحدث حول هذه الأحداث التي جرت لهذا النبي العظيم. لكن ما يهمنا ما يهمنا فيها جانب واحد فقط في هذه القصة، نهتم هنا إلى كما هو عنوان حديثنا، الجانب التربوي في هذه القصة، وهو حديثنا، وهو الذي يحمل عنوان هذه الثلاثية كما ذكرت، ثلاثية التربية، عنوان حديثنا ثلاثية التربية. زين، تعالوا معا لنرى هذه القصة وكيف تتحدث عن هذه الثلاثية. أولا في التربية بشكل عام، إذا أردنا قبل أن نأتي إلى الثلاثية، هناك ثلاث نقاط أيضا يعمد إليها كل مرب، سواء كان يربي طفل، يربي ابنه، يربي أحد، أي نوع من أنواع التربية، إذا أراد أن يعمد الإنسان إلى التربية عليه بثلاثة أمور. أولا في التربية علينا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى، الاستعانة بالله في طلب الهداية لمن نربيه، واللجوء إلى الله عز وجل لمن نعمد إلى تربيته. مع الأسف الشديد نحن في كثير من الأحيان نريد أن نربي،
لكننا لا نستعين بالله عز وجل أبدا في تربيتنا لأطفالنا لأولادنا لبناتنا، لا نستعين بالله عز وجل. لذا من الأمور التي ربما على الأب أن يقوم بها دائما تجاه أبنائه أو أولاده، غير قيامه بأداء المهمات تجاههم، دائما يطلب لهم الهداية. هذا معنى الاستعانة بالله عز وجل، أن يطلب لهم الهداية، أن يلجأ إلى الله عز وجل في تربيتهم. وإلا لذا الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني اللجوء إلى الله عز وجل في هذه الهبة التي يهبه الله، يهبها الله عز وجل لك. لذا الأساس لابد أن يكون الأساس في التربية أساس ديني، أساس عقائدي. هذا الأساس الديني والأساس العقائدي هو منطلق للتربية. الله عز وجل يقول كل شيء أساسه هو الدين، وكل شيء أساسه الله. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه، الأساس يكون على تقوى من الله خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار في جهنم؟ أي خير؟ اللي أسس بنيانه على التقوى وعلى القيم الربانية والإلهية وعلى الدين وعلى منهج النبي وعلى منهج أهل البيت، تكون تربيته لأولاده على هذا الأساس أم على جرف انهار، يعني على شيء خاوي فراغ؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأساس الثاني في التربية، حقيقة لابد من تربية الأبناء على شيء، وهو مراقبة الله عز وجل. في شيء لطيف جدا، ونحن أطفال صغار إذا تذكرون أمهاتنا آبائنا يعلموننا وإحنا أطفال صغار: الله يشوفك، الله يشوفك، الله يشوفك، الله الله يشوف. يعلموننا هل شيء هذا، يعني الله عز وجل رقيب. يعني إذا أنت قمت بهذه التربية أحسست هذا الطفل، هذا الولد، هذا الشاب برقابة الله عز وجل عليه، يعني عندما تغرس العبادة بهذه الطريقة، وعندما تغرس حب الله عز وجل والالتزام بمنهجه عند هذا. لهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تراه فإنه يراك. لازم تربي الولد على هذا، على هذه القيمة. أنت تعبد الله كأنه شنو؟ كأنك تراه. إذا أنت فإن لم تراه فإنه الله رقيب. لهذا يكون ضمير هذا الطفل حي، يكون ضمير هذا الشاب يقظ، يكون هذا الضمير يشعر بالرقابة الربانية. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لهذا النبي صلى الله عليه وآله هناك رواية جميلة، كان يتعاهد صغار أبناء الصحابة، صحابته صغار، يعني افترض عمره 10 سنوات 15 سنة، يتعاهدهم النبي، يتعاهدهم يعني شنو؟ يعني يعلمهم، يرشدهم، يربيهم. لكن على شنو يربيهم النبي؟ على، يقول عبد الله بن العباس وهو غلام صغير، يقول: أهديت للنبي صلى الله عليه وآله بغلة، بغل أهدي للنبي، فأعطيت إلى النبي، ففي يوم من الأيام ركب النبي صلى الله عليه وآله هذه البغلة وأردفني، ركبني النبي وراء وأردفني النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال، غلام صغير عبد الله، شوفوا التفتوا إلى التربية بحيث تجعل الله سبحانه وتعالى رقيب من الطفولة. قال: يا غلام احفظ الله يحفظك،
احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله. النبي يقول إلى عبد الله، إلى فتعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، إذا أردنا أن نقوم بهذا العمل، عمل التربية، أن يستشعر الوالدان اللي يقومون بالتربية، الأب والأم، كل منهما أن لهم دور عملي، مو دور نظري. مو بس بابا لا تسوي هذا الفعل، بابا هذا العمل قبيح، بابا أنت لازم تتعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيب. لا، العمل يعني شنو؟ أن يكون الأب هو القدوة. هذا الشيء العملي، أن يكون الأب، لأن الطفل يعني تصرفات الأب وتصرفات الأم. زين، الابن يتلقاها بطريقة تلقائية، طريقة تلقائية. الطفل يتلقى هذا السلوك بهذه الطريقة مباشرة، ينطبع في ذهنه في داخله فيقلد. هنا هذه نقاط ثلاث مهمة جدا. آتي إلى الثلاثية التي طرحتها، على أساسها نفهم ذلك من خلال قصة يوسف، ثلاثية التربية في قصة يوسف. أول أمر باشره يعقوب لابنه يوسف، وهذا الدرس الذي نفهمه إذا أردنا أن نقوم بدور التربية لأبنائنا، أول أمر قام به يعقوب لابنه يوسف هو النصح: يا بني لا تقصص رؤياك. نصيحة. ليش؟ يا بني لا تقصص رؤياك. هذا موقف تربوي، هذا موقف تربوي أبداه يعقوب تجاه يوسف، لا تقصص. نصيحة. ثم علل. يمكن بعض الأحيان تقول خوب هذا الولد لما أقول له لا تسوي هذا الفعل، زين النتيجة شنو؟ ليش؟ السبب شنو؟ يريد العلة، لما لا أقوم بهذا الفعل، لما لا أقوم بهذا العمل. يعقوب علل. ماذا قال؟ قال فيكيدوا. علل فيكيدوا. ثم بعد ذلك أوضح التعليل، قال يكيدوا بفعل وسوسة الشيطان. الشيطان مو قاعد مو ساكت، ها؟ فيكيدوا لك كيدا. زين، قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لا شك أن النصيحة هنا في الحقيقة، النصيحة هي أفضل الأعمال التي يمكن أن يؤديها الأب تجاه أبنائه، لأنه حتى لا يمارس دور التعنيف، يعني بدل التعنيف لابد من التوجيه، بدل القوة لابد من الإرشاد. يعني النصيحة، وربما النصيحة قد لا تفيد في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، لابد من القيام بهذا الدور. ليس هناك أمر آخر غير النصيحة، وهي هذه المهمة التي كانت بالنسبة للرسل والأنبياء والأئمة، وهي أفضل مقومات العبودية، النصيحة. لكن يعقوب من خلال هذه القصة شو يريد يقول؟ يقول مو بس مجرد نصيحة، استمع أولا حتى تنصح، استمع أولا حتى تنصح. لهذا عندما جاء يوسف إلى نبي الله يعقوب، شنو هو بادر؟ استمع له يعقوب، استمع إليه. ثم بعد ذلك إني رأيت 11 كوكبا، قال لي فاستمع إليه، استمع الرؤيا أولا. ثم بعد ذلك نصحه يعقوب وقال له لا تقصص رؤياك. بعد الاستماع جاءت النصيحة. يسمع، لكن يسمع في قرب، يسمع
في حنان، حنان الأبوة، وهذا هو قمة الانفتاح بين الأب والابن، بين الأب والولد، دون أن تكون هناك حواجز بينهما، ليست هناك حواجز. لهذا النصيحة كانت أولا بين يعقوب وبين يوسف ثنائية، ثنائية اثنينهم يعقوب ويوسف، لم يكن أحد من أخوته، ولهذا قال له لا تقصص رؤياك، فمو قدام أخوته أخوانه، لا ثنائية، يعني معناته النصيحة لابد أن تكون ثنائية أولا، ليش؟ حتى لا تجرح. الأمر الآخر، بدون نقد، بدون نقد، اختار الأسلوب، اختيار الأسلوب إلى دور كبير. يعقوب اختار الأسلوب الذي به ينصح يوسف حتى يعطي الثقة الكبرى لابنه في الاستماع إلى نصيحة أبيه. الأمر الثالث، لا تسند هذه المهمة، مهمة النصيحة، إلى الغير، أنت باشر بالنصيحة، يعني لا تسند هذه النصيحة تروح تلجأ إلى شخص آخر تقول له تعال انصح هذا ابني وتعال انصح، أنت باشر باعتبارك أب. هذا الأمر الأول في هذه الثلاثية كما ذكرت، وهو النصح من خلال هذه القصة، يا بني لا تقصص رؤياك. على كل، الأمر الآخر من خلال هذه القصة في هذه الثلاثية، ثلاثية التربية، الحرص على مصالح الأبناء وحمايتهم، هذا أيضا نراه، نشاهده في هذه القصة، عندما أخذ يوسف وبيع يوسف واشتراه تلك الجماعة السيارة، ثم أصبح ما أصبح يوسف في ذلك المنصب، أرسل يعقوب، أرسل أبناءه باعتبار المنطقة كانت تعيش حالة قحط وفقر، فأرسل أبناءه حتى يأخذوا الميرة، المواد الغذائية. زين، بالنتيجة يوسف راح وليس له علم عن يوسف، ولا يعرف عنه شيء إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. زين، يريد يحافظ على بقية أبنائه، أيضا يحافظ على مصالح أبنائه، يحمي أبنائه الأحد عشر. زين، ماذا قال القرآن عندما أرسلهم حتى يروحون يجيبون هذه المواد؟ يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا، ليش؟ من أبواب، خاف عليهم من العين، من الحسد. 11 واحد، 11 ابن مرة واحدة يدخلون، 11 ذكر غير البنات، 11 ابن مرة واحدة جايين يدخلون، أو أنتوا كلكم أبناء يعقوب، حتى لا يصابون بالعين. هذا خوف، لهذا لذا أمرهم بالتفرغ، خشية عليهم، راد يحميهم، هذه حماية، خوف على مصالحهم وحماية. في التربية لابد أن نخاف على أبنائنا، نحمي هؤلاء الأبناء، ننظر إلى مصالحهم. طبعا المصلحة، ربما الحرص يستمر، يعني احنا في الشريعة، شوفوا في الشريعة الحرص على مصالح الأبناء يستمر، الشريعة وضعت قوانين حتى بعد الطلاق، حتى بعد الطلاق هذا الحرص. لهذا وضعت الشريعة مجموعة من القوانين في حضانة الطفل، في نفقة الطفل، فالنفقة والحضانة، ليش؟ هذا من مصالحه بالنتيجة، حتى هذا الطفل لا يضيع، حتى هذا الطفل يعيش حياة جيدة حسنة، هذا الطفل مع هذه الحالة التي تمت، حالة الطلاق أو حالة الانفصال. لذا يعقوب هنا إنما أكد على هذه المسألة حتى يبين حرصه على مصالح أبنائه وخوفه عليهم وحمايتهم من هذه. لهذا الإسلام عندما يؤكد على هذا الجانب يرى أن هذه الأسرة هي اللبنة الأولى
في المجتمع، الأساس الأول في المجتمع، لذا يؤكد على هذه الحماية، توفير مصالحهم مو فقط يعني توفير مصلحة الولد أو الطفل، مو فقط في المسكن والملبس والمشرب، لا، التربية، الرعاية، التقويم، هذا هو أساس أيضا للحماية. الأمر الثالث في هذه الثلاثية من خلال قصة يوسف، ثلاثية التربية، هي طريقة التعامل ودورها في التربية. هناك بعض العبارات تدلل حقيقة على بعض الصفات التي لابد أن تتوفر وعلى أساسها يتعامل الأب مع الابن: التودد، اللطف، اللين، عدم استخدام العنف. التودد وين نجد كلمة التودد؟ تشوفون دائما في قصة يوسف يتكرر: يا بني يا بني، يا بني يا بني، تتكرر هذه العبارة. ليش؟ يعني هذه الكلمة كلمة تودد، الأب يتودد إلى أبنائه بهذه الطريقة، مو بطريقة العنف، بطريقة الضرب، بطريقة، لا، التودد واستخدام اللطف وحتى أيضا اللين في الرد عليهم. يعني مثلا يعقوب أبدا ما حاول، نجد في هذه القصة، في قصة يوسف كلها، نجد أن نبي الله يعقوب أبدا مع أن أبناء ارتكبوا خطأ كبير، وبدليل خطأ كبير قالوا: يا أبانا استغفر لنا، يعني خطأ كبير ارتكبوه، وعرفوا أيضا هذا الخطأ، أنهم ارتكبوا هذا الخطأ، لكن ما أشعرهم أبدا بهذا الخطأ حتى يجرح مشاعرهم. ولهذا ما اشتكى في يوم من الأيام، لكن شكوى على هؤلاء الأبناء أو لهؤلاء الأبناء، اشتكى عليهم أو لهم، وإنما ماذا قال؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى منه؟ إلى الله. ما اشتكى لهم ولا عليهم. يعني أنت لما تلاحظ قصة القرآن، تقرأ قصة يوسف، أبدا لا توجد هناك أبدا شيء يؤدي إلى جرح مشاعر أبناء. لم يخطئ أبدا يعقوب في حقهم، ولم يغلط أبدا نبي الله يعقوب في العتاب، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لذا موضوع التودد هو موضوع مهم جدا، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: التودد نصف الدين. تودد نصف الدين، أن تتودد إلى ابنك، أن تتودد حتى إلى الآخرين من الناس أيضا، تودد نصف الدين. وبل هناك رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: رأس العقل بعد الدين التودد، رأس العقل بعد الدين التودد. وكذلك اللين كما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله: ونعم وزير الرفق اللين. هذه ممارسات، إذا استطاع هذا الأب أو هذه الأم أن تستخدم هذه الطريقة في التعامل، لها دور كبير جدا في التربية. هذه هي ثلاثية التربية التي نستقيها من خلال هذه القصة، قصة يوسف المليئة بالأحداث. هذه القصة تحتاج حقيقة إلى أيام وأيام حتى نستطيع أن نتحدث عن كل جانب من جوانب هذه القصة، لكن تحدثنا في هذه الليلة عن هذا الجانب، وهو ثلاثية التربية التي تميزت بهذه النقاط الثلاث: أولا النصح، ثم الحرص على مصالح الأبناء، ثم الأمر الثالث هو التودد أو طريقة التعامل، طريقة التعامل ودور التعامل في التربية. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يوفقنا وأن يهدينا إلى كل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.